امام واحد الواقع خطير جدا، خطير جدا، لا يجب ان يستمر. راه مصداقيه المؤسسات وهيبه المؤسسات راه رهينه بضخ واحد جرعات كبيره ديال الاجل الصفقات العموميه. 5% من الناتج الداخلي الخام، تكلفه الفساد في البلاد. عندنا مناطق في الحوز ما عندها ما تشرب، ما عندها سبيطارات، ما عندها مدارس، عنده ولد الا عدى دوير على الكربه خصو شحال باش يوصل للسبيطار. عندنا الاداره فيها البيروقراطيه، فيها الفساد. عندنا منتخبين، واحد العدد ديال المنتخبين المسؤولين في هذه الجهه، ملي كتسمعهم كيهضروا كتقول قلبهم على الوطن وعلى البلاد، انما يستعملون الوطنيه لمراكمه الارباح ومراكمه الثروه. انهم يشكلون خطر على الوطن، لذلك يجب ان يكفوا عن الحديث عن الوطن والمصلحه العليا للوطن. هؤلاء مجموعه منهم راكموا ثروات مشبوهه على المغرب اليوم امام مفترق الطرق، يا اما ان يقطع مع الفساد والرشوه والافلات من العقاب، يا اما وهذا عدم القطع مع الفساد والرشوه واستمرار كذا شجعات محمد مبدع يترأس للمؤسسه اللجنه، ما قالش راه غادي نتعقب ولا راه ماشي مشكل، لا، شوفوا الجرعه والشجاعه فين وصلت، ومنين جاتوا هذه الجرعه والشجاعه؟ راه جاتوا هذه الجرعه والشجاعه لانهم كاين سياده الافلات من العقاب، ولذلك بكل جرعه وبكل وقاحه ترشح باش يمثل المغاربه في واحد المؤسسه اللي غيدوز منها قوانين ديال حقوق الانسان، ديال حقوق المراه، غدوز منها الميزانيه ديال هذيك الوزارات كاملين. غيلقى راسو واحد النهار جالس مع رئيس المنتدب اللي مجلس على السلطه القضائيه، غيلقى راسو جالس حدا وزير العلم، غيلقى راسو رئيس الحكومه. هذه راه معضله كبيره في البلاد. نخليو سماسريه ونصوص المال العام يتحمل المسؤوليات العموميه. راه مشكل كبير في البلاد، راه خطر في البلاد، راه ماشي خطر علينا احنا كجمعيه. احنا كجمعيه كنديروا الدور ديالنا والرساله ديالنا كنأديوها. ورانا سولتوا هاد اعضاء الجمعيه حتى حاجه مشات لهم، حتى حاجه ما ضاعت لهم. بالعكس نؤدي ضريبه في هاد الشيء. نتحمل العديد من المخاطر. نتحمل العديد من المصاعب والمتاعب. اللي البعض كتعرفوه والبعض ما كتعرفوهاش. ورغم ذلك مصممون على اداء رسالتنا بدون مزايده، احنا ما كنزيدوا على البلاد وما كنزيدوا على التحت. بكل موضوعيه. نطرح القضايا والملفات بكل موضوعيه على السلطه القضائيه تتحمل المسؤوليه. ماشي وقت ما تحنا في شي صحفي وشي واحد كتب تدوينه نعديو 3 سنين ولا 4 سنين ونهبطو الضيا ونغبرو الشقف، وقت ما تعلق الامر بنفسي ونصوص المال العام يبقاو تيدورو في المحاكم 5 سنين و10 سنين و15 عام. واش عرفتي رئيس البلديه بوزنيقه عطاو 4 سنين موقوف واش تنفيذ؟ زيد معنا تيقولوا لي حنا هذا الشيء اللي عندك هنا ثابت مقتنعين به، ولكن العقوبه اللي كتستحق 4 سنين موقوف واش تنفيذ؟ هذا راه الحماقه، هذا راه الحماق في هذه البلاد. انا ما عرفت انا فين جارين هذه البلاد هذه. ملي وليو نصوص المال العام تيمشيو على برا باش يصرفوا على نزاهات الانتخابات بلدان افريقيا. ملي كنقدموا في الانتخابات وتيقول لك الاصل هو البراءه. وعلاش واحد تيجي الجمعيه كتقول لي راه حق عندك صوابع؟ وعلاش ملي تبغي تقدم الانسان شي كونكور كديروا عليه البحث وكنجمع الملف ديالو كامل؟ وعلاش وزارة الداخلية ملي كتحل الملف في المحكمة الإدارية ضد شي عضو أو رئيس جماعة كتوقفوا حالا عن مزاولة المهام طيبة القضاء؟ علاش هاد الأحزاب السياسية كيقول تيتذرعوا بالبراءة؟ تيتذرعوا بالأصل البراءة لأنه ديالهم، لأنه ولا في هاد الأحزاب وما تنعممش، ولاو عندهم كليان، ولاو عندهم الأعيان، هما اللي تيفرضوا على الأحزاب داكشي اللي بغاو. لأنني أنا بغيت نترشح الحزب تيقلب عليا، عندي الناس، عندي الكليان، عندي كذا. انا كنفرض شروطي على الحزب، تنقول لي بغا نكون وكيل اللائحه اللي غيكون معايا في اللائحه فلان وفلانه، بغيت رئيس جهه، بغيت رئيس غرفه، قبلتوا هذا الشيء مرحبا، ما قبلتوش انا ما نمشيش معاكم. الحزب يرضخو، الحزب شوفوا الزمان فين وصلنا، الحزب يخضع لنصوص المال العام والمفسدين في الوقت. الحزب يتحول لمدرسه ويتحول لواحد المؤسسه اللي كدافع على قيم النزاهه وديال الاخلاق وديال القيم الكبرى، واللي ناس فينا احزاب سياسيه كدافع على المفسدين لاعبين المال العام. على حتى واحد ما حتى واحد ما الشيطان يقول للمبدع سير في حياتك ما ترشحش.
بغا يصدقوا بالمؤسسات ولا الناس يصدقوا بالمؤسسات. واحد العدد منهم دابا نعطيكم واحد المثال قسما بالله يا واحد العدد منهم مرات ما قدش يمشي بحالاته حتى يقول غير غنمشي بحالاتي الخصوم ديالي غيجبدوا لي الدوسيي. ولذلك مصممين يبقى في الانتخابات تيموت غادي يبقى تيترشح وتيترشح وتيترشح تيموت. خاص الدولة توقف هادشي خاص الدولة توقف هادشي. وزير العدل تيقول لك الجمعيات حقا ما يقدموش الشكايات ما يقدموش كذا هذه كارثة كبرى. واش الدستور تينص على دور الجمعيات والأهمية ديالها وفي المقاربة التشاركية تقييم السياسة العمومية؟ واش المغرب صدق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 والتزم على الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد وضمن هذه الاتفاقية فيها الدور الحيوي والبارز للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وين وزير العدل يقول لك نمنعوا هذه الجمعيات ويحكموا عليهم بعشر سنين؟ واش هذه بلاد هذه واش هذه بلاد؟ راه الله هو اللي خصو يخوي البلاد خصو يمشي بحالاته راه الحماق في هذه البلاد. واش الناس اللي ولاو صادقين ما بقى بغاهم حتى واحد؟ الناس اللي بغا يخدموا البلاد واللي بغا يفعلوا البلاد لقدام ما بغاهم حتى واحد نقلبوا على النص. علاش وزير العدل عمركم سمعتوا وزير العدل هضر على تجريم الاطار على المشروع؟ ياك تيبلبلو تيقول لك غنمشي للبرلمان وغنفرض قوانين لهذا وكذا عمركم سمعتوا وزير العدل قال لي غنمشي للبرلمان غادي نجبد هذاك تجريم الاطار على المشروع لان كاين شي بامبيه وشي بزناسه وشي سماصريه خرجين على البلاد وداو الترواد البلاد خصني يمنعوهم ما يترشحوش. هاد الاحزاب عمرها اجتمعت وبغات نصدروا شي قانون يمنع الاحزاب ترشح الناس اللي كتحرم عليها شبهات فساد. سمعنا هاد الاحزاب اولا هاد وزير العدل قال نقترحوا قانون نرجعوا القانون ديال 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 التصريح بالممتلكات شي ما تيقولوش ما مصلحتهمش. الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد وضعوها من 2015 استمرت 2025 رصدوا لها مبلغ ديال 18 مليار ديال الدرهم فينا هي كلفوا ليها العطار غبروها غبروها. رئيس الحكومه عمرو جاب فمو 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 ما بغاش تقد فيه كلمات محاربه الفساد ما بغاش تقد ليه لا هو لا ناطق رسمي باسم الحكومه. واش هذه اراده سياسيه باش نمشي نبني لقدام باش نحاربوا الفساد وتخرجوا تلوموا الناس علاش تيغوتوا والفقر؟ قلت لهم صبروا التضخم غلاء اسعار ما كاين مشكل. قلت لهم الجفاف بنيوي في البلاد وخص البلاد تستعد وكذا وكذا ونتاقلموا مع الجفاف كتهيئهم الان باش يستعدوا يتاقلموا مع الفساد باش المغاربه يتاقلموا مع الفساد ويتاقلموا مع الجفاف ويتاقلموا مع التضخم. وسالين فين؟ فين غاديين بها البلاد؟ هاد الاستثمارات اللي بغيتو تجيبو فين غاديين بها؟ فين غاديين بها؟ من فين الصفقات العمومية تحت الارض؟ من اللي ولي الطرقان ديالنا كيتقادو يومين ثلاث ايام كيتحفرو؟ من اللي ولي السبيطار والمؤسسات تيتبنى واش ما كيبان لك مشققة؟ من اللي ولي طريق السير تيدوز كدوز عليه ربع سنين وكتلقى فيه الاشغال خدامة الصبح عشية؟ من اللي تلقى لكم ثلاث بنات مغترين؟ من اللي تلقى القرار المجلس على الحسابات تيتعرضوا عليها روح المتهمين المعنيين بها؟ اليوم قدموا تقرير قدام الناس اللي معنيين به وشققوا ليه؟ واش كاين شجاعة أكثر من هذه؟ واش كاين شجاعة في بلاد تقريبا مجلس على الحسابات يتخدم في البرلمان المؤسسة الدستورية اللي كتشرع في البلاد وكترقب الحكومة يتخدم قدام القرار وهذوك الناس اللي يتخاطبوا فيها قدام العدوي زم العدوي كيتسقوا ليها؟ عيسى ديالكم اللي كتكفر الناس في البلاد اللي كتخلي الناس يهاجروا يهربوا اللي كتخلي الفقر يكون اللي كتخلي البطالة تكون اللي تخلي المرأة تولد قدام السبيطار. راه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خانقة ما تزيدوش على الشعب ما تكثروش عليه بركة من الفساد والرشوة والخواب والتخربيق. راه كون هبطوا واحد 30 واحد في المغرب بحال المبدع قسما بالله كل اللي كتكمش. بالمناسبة فراسكم كاين البرلمان اللي تهبط مبدع قالوا هذا الشيء ماشي معقول ما كذا في الغادي تهددوا البلاد تهددوا الدولة زعما حنا قدام الدولة قدام البلاد وبغيتوا تصيفطونا صيفطوا حيت ما كان عندك والو وليتي عرشي ملياردير في الجهة وفي الإقليم وفي المدينة ديالك ووليتي درتي حفلة ديال منعش عقاري كلكم دايرين حرافي تيخسروا فلوس في الليل وبزاف ديال الحوايج وتيسافروا على برا وتيضربوا ما عرفتش تيديروا كاع لوينك حل وتجي هنا وتاخذ الميكرو وتقول واننا سنقوم بكذا وكذا. اش غتقوم باش ما يتقوم واش الناس غيتيقوا فيهم؟ راه الشعب هادشي راه تورط والله تتفضح وتورط هادشي. راه الشعب داك المواطن البسيط غارديان غارديان راه ولا تيعرف هادشي
ما تدفعوش للمؤسسات تكون في مواجهة مع المجتمع، ما تخليوش المؤسسات تكون في مواجهة مباشرة مع المجتمع. رجعوا الثقة للناس وخليوا العمل ينتعش وخليوا جسد العمل للمستقبل. راه هنا هنا استمريتوا في هذا الوضع، راه حنا في خطر، راه نحن في خطر، راه الملف 15 سنة راه لا يعقل عباد الله. 15 سنة عندنا ولد غادي إلا كان بدا الدراسة غادي يكون تيقرا في لافاك دابا. اش غير شكون اللي عقل على هذا الملف كاع اش فيه وشكون اللي متابع فيه وشنو التهم اللي فيه، شكون اللي عقل عليه؟ واش كنظن السعدي ملي دخلتنا وهو تيدور؟ أو وراه هادشي حشومة عين يوقف، خصو يوقف، راه الفساد خصو يوقف، راه السلطة القضائية خصها تحمل المسؤولية في هادشي. وخصهم يديروا واحد الاستراتيجية يرجعوا الأموال من هما، ملي قلت لهم الحبس ديالهم راه حنا ما نديرو بهم، راه كون داروا شي دولة أخرى بحال شي دول أخرين اللي داروا واحد القضية، أجي الشريف، عندنا تقارير عندنا كلشي هادشي منين درتيه؟ وها كيفاش درتيه؟ ولا جبت لينا أنت كي درتيه؟ كي درتي لي؟ ما بقاوش يديروا تجريم من الإطار غير المشروع، ديروا لهم تبييض الأموال، راه تبييض الأموال دابا واحد العذاب منهم والله يديروا لهم تبييض الأموال ما بقى ما يبقى عندهم حتى حاجة، حيت عندهم ما عندهم باش يثبت. تيشري واحد المحل تيمشي يدير القهوة تيدير كلاريس شي فردة في طالع قهوة كيكتب فيها 15 واحد 30 واحد ملي تدير كلاري ملي تدير كلاري تيخلصها باش يبين راه كاين الرواج تيمشي يخلص الضريبة ويدير كلاري واحد شي فردة في طالع واخا ما ندخلوش باش يبين بأنه الفلوس دايرة وعنده باش قدام ينسولو يقول له ها الشي فردة في اللي كانت تدير القهوة واش عرفتي نلعب فين وصل دايرين مشاريع تيديكلاريو ارقام طالعه باش ملي يقول لهم كذا يقول لي اه قادت واحد ريستورون اوتيل وكذا وكذا هذا الشيفر دافير ديالو ها هو بالوراق ها الضريبه ديكلاريتي ها الكونطا اللي حطهم وهذا الشيء راه صحيح اذا هذا الشيء راه مخصوص اذا استراتيجي ترجع الاموال من هما اجيو الناس حطوا داك الشيء اللي داو الله يعاونهم راه ما تدفعوش الناس للياس والاحباط خليونا ندافعوا على المؤسسات ونتشبثوا بالمؤسسات والبلاد تمشي لقدام وبتدرج ودقه دقه وبشويه بشويه وتنراكموا في الاتجاه الايجابي ماشي من دابا 10 سنين تقولوا للناس ثاني فشلنا ما حكى هادشي ما صدقش راه ما صدقش حيت الفساد الريعي والرشوه والخواض والتصنصير والافلات من عقاب والدستور فيه رفض المسؤوليه بالمحاسبه ما كايناش الدستور فيه الناس سواسيه من القانون ما كايناش بزاف ديك واش شفتوا شي حد فهاد المدينه دخل الحبس ما دخلوش الحبس هما باقي تيسيروا هما تيسيروا ولكن دابا يمكن يعسوا على اي واحد دابا هضر شي هضره يقول لي اه حدا قلت لي هاد الهضره تبدا ما تلقوش ما ما ما, ما تخليوش الناس اذا انا الاخوان معذره وقيلا طولت كاع اكثر من القيمه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.